السلام عليكم، سموني القاضي دلال الرحمة، عمري 28 سنة من وهران، وعندي ماركة ملابس اسمها إماجينير، وهي مختصة في ستريت ستايل الملابس العصرية النسائية وتاني فور مان اند فور وومن. ابخي ما كملت اركيتكتور دايركتلي قررت نتعلم هذه المهنة تاع الخياطة، ولقيت بلي ما كانش بزاف مدارس يعلموا هاد البريطا بورتي بسرعه، باسكو كاع اللي تدخل لهم يتعلموها في مده طويله، فوق 5 سنين ولا 6 سنين باش تولي عاده تعرف تخيط. كنت نخيط واحد الصوالح اللي كنت نحوس عليهم وما كنتش نلقاهم في السوق، الوغ قررت بلي نتعلم واحد هاد الديزاين ونخيطهم، وهكا باسكو هاد الملابس يحسوني بلي امور ماي سيلف. في الجزائر اغلبيه يتعلموا الملابس التقليديه وقلال اللي يتعلموا ستريت ستايل، والستايل هو اللي ديجا اللي يلبسوه الناس بزاف. قررت اول مره ندير كوليكشن تاع سويترز ونحطها في الفيسبوك، وما كنتش نتوقع زعما كاع بلي يجوني ريل اوردرز، ما كنتش متوقعتها بهذه السرعه، زعما قلت ميبي غادي يجو بصح ما توقعتش بهذه السرعه. الوغ ريبوستيتهم جاوني لايك فروم ذا فيرست تايم 3 هكا 5 اوردرز، وكنت فريمون فرحانه. اتس براند هي متخصصه ان جينيرال ستريت ستايل، الوغ سويترز جاكيتس اول كايند بانتس، بصح في هذه الفتره الاخيره تخصصنا بلوس في جاست في السويترز، بغينا ندخل في هذا النيش باسكو لاحظت بلي بزاف جيرلز ما متحجبات وماشي متحجبات نورمال يحوسوا على كاين اوف اوفر سايز سويترز، باسكو دي ار واتشينغ زعما هاد الدراما فاينل الدراما تاع كوريان دراما تركيش دراما، وهذه هي الترند تاع اوفر سايز كلودينغ اوفر سايز سويترز. الو بغيت ندخل فيها ونتخصص ونتعمق شويه فيها، الو قاع هاد الكوليكشنز التاليه كانت متنوعه اول كايند اوف سويترز. هذا السويتشيرت جاتني اول ايدي تاعه من كنت with my friend traveling with my friend في سلوفينيا. الوغ ديجا هاد الترافل كان اور هاد التريب كانت about creativity and creative entrepreneur، وجاتني هاد الفرصة تاني من بعد ما دخلت السيلابس، وهم داي عرفوني على هاد هما اللي خلوني suggested me to go there. Anyway كنت نتمشى وقالت لي باللي كانت غير تقول لي I wish زعما ما كنت رافدة والو ونقدر ندخل زعما كان عندي حاجة ندخل فيها everything، بس كنا نكرهو باللي رافدين، كنا نديرو شوبينغ وكنا نفدو بزاف كرهنا زعما، قلنا اي ويز زعما نروحو نخرجو without back. الوغ جاتني ديك بدات جاتني هذيك الفكره، هذه الفكره الاولى. عاود ثاني كان زعما اتس اول اباوت لايف ستايل، كنا نديرو افري داي هاك نتمشو نعيشو حياه يوميه، وكاع هاد الافكار جاوني من ديتاتشبل سليفز. ثاني كانت تقول لي اي ويش اف كيجي لي الحب ما نقد نقلع زعما سليفز، و زعما ايدياز جاوني زعما جاست فروم هير توكينغ about everyday. بزاف من our clients يتبعوا الكوريين دراما ويبغوها بزاف، وعمرهم ما لقاوش ملابس تعبر عليهم وتعبر على هذا الحب تاعهم تاع الكوريين. انا بغيت ندير لهم حاجه تفرحهم وحاجه تخليهم يحسوا غايه زعما باللي باسكو يتبعوا هاد الدراما وبغاو يحسوا غايه، ما بغيت نسي هاد الحاجه ودرتها لهم كده لا not like that. هي الباندا انا درت حاجه الاولى اللي بديناها اي ام كات، بصح تلاقيت بزاف ناس يقولوا لي على حمبو كديري باندا اتس لايك لمده 6 اشهر ولا هما يقولوا لي باندا، وتستيتها بزاف زعما قلت نخلعت شحال ناس يبغوا باندا ازا ديجا ما كنتش عارفه بيفور تيستينغ. ثم ملي قلت واي نوت نسي ندير باندا، ديجا ما كانش كاع في السوق حاجه تاع باندا هكا ستريت ستايل وقدو يلبسوها زعما برا، ماشي حاجه تاع دار ماشي بيجاما ولا حاجه ستريت ستايل وحاجه تاع برا يلبسوها. ثم سيت نديرها و it worked very well زعما one of the best success. النوع من الملابس ما يتباعش في الجزائر، وكاين بزاف انواع ثاني كاينين بزاف ديزاينز مازال راني ماني مخمه فيهم ومازال ما درتهمش، وراني عارفه باللي اف اي دو دام ثاني غادي يقدروا يفرحوا الناس، ومازال كاين زعما بزاف افكار هذه الحاجه ما تكملش ماشي ما عند اتس نوت ليميتد اتس ليميتلس، ولهذا قد تكبر مادام كاين لوت اوف things مازالين داروا فيها. صعوبة اللي واجهتهم كاع في هذا المشروع هو في البداية ما عرفتش كيفاه نحوله من حرفة موهبة إلى مشروع real project ولا real business، because إلا قاله بزاف knowledge بزاف
نولت في البزنس وفي الماركتينغ وكاع هذا المجال اللي ما كنتش انا دارساته وما نعرف فيه والو. الوغ كنت نواجه صعوبه بزاف كبيره، ما كنتش عارفه، كنت نخيط كل شيء وحدي، ما عرفتش كيفاه ننظم المبيعات، كيفاه نوصل فكرتي للناس. مي افتر ما دخلت شاركت في اكسلريشن بروغرام انسي لابز، بدات كاع هذو الامور يوضحوا، زعما توضحوا لي كاع هذو الامور، وتعلمت بزاف صوالح هاو تو مانج بزنس، زعما هاو تو تنتقل من موهبه الى ريل بزنس.